حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، يا مرحبا ومسهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي صهيل. مثل ما وعدناكم في كل حلقة راح تشوفون فقرات جديدة ومنوعة. رياضة الفروسية مش مجرد هواية بالنسبة لي، هي علاقة حب بيني وبين الخيل، الإثارة، الاندفاع والحماس. هذا ما أشعر به أثناء قفز الحواجز. بهالكلمات لخص الفارس محمد طالب الصعاق شعوره برياضته المفضلة. كانت بدايتنا مع الفروسية مع الوالد، كان يودينا معاه للخيل، كنا نتقرب معها. لما كبرنا زاد حبنا للخيل أكثر. أعتقد أنها صارت هواية من هواياتي أني أكون راكب ركاب الخيل، فبديت معاها كقفز. كنت أجي الصبح للخيل، أمر عليها، أشيك عليها، أفحص عليها. كانت علاقتي فيها بعد مش كأنها هواية وبس، حب بيني وبينها. رحت للاتحاد الغطاء الفروسي عشان أتعلم كيف الركوب وكيف الطريقة، كيف أحصل على كنترول حق الخيل. بدينا مع مدربين إنجليز، كانوا يمرنوننا على الخيل وكيف نحصل على الكنترول. فالصعوبة إنك كيف إمكانيتك كنت راكب الحصان، كيف تكون ميزانيتك فوق الحصان، ما تميل يمين أو يسار. إذا رحنا على الحاجز كيف يقفز الحصان، كيف تكنيك على الحصان، كيف نكون معه إحنا فوق. فتكون قفزة تكنيك من قدام ومن وراء، من الإيد غير عن الرجل. فالحصان يقفز على طريقتين، أول شيء يرفع الإيد بعدين يرفع الرجل. فتكون أنت تكنيكك مع رفعة الإيد تكون أنت مرتب نفسك انك تجلس اول ما ينزل، انك تجلس عشان ما يشرد الحصان يمين او يسار، او يكون كنترول من اول ما تنزل يكون كنترول في ايدك. مع البطولات، مع المشاركات، مع التمارين، مع كل بطولة أخطي فيها أرجع للمدرب. كنت مصور فيديو أشوف، أنا أرجع أشغل الفيديو أشوفه كذا مرة، أشوف إيش الخطأ اللي سويته عشان أتعلمه. فكانت لي مشاركات كثيرة، بطولات محلية، بطولات دولية. طبعاً قبل البطولات لازم يكون لها تحضيرات كبيرة، لازم نمرنها قبل البطولة بيوم يومين تقريباً، ويكون لها تمارين طبعاً خاصة بالنسبة للتحضيرات حق البطولة. فكنا نجي الصبح مع المدرب، يجي يركب المدرب يروينا كيف نتمرن، كيف نسوي، كيف نحط، يعلمنا، وإحنا طبعاً نتعلم من كل حركة يسويها لنا. مع الفترة مع البطولات والتمارين لازم أكون لائق بدنياً علشان أكون مندمج مع الحصان. لما أشارك على الحصان أول مرة أركبه أشارك عليه في بطولة على طول، تحس من الصعوبة أنك تتحكم فيه. الحصان يكون متوتر، ما يدري أنت إيش تقصد حركاتك هذه، أنت تبي تلف هنا أو كيف تقفز أو إن كيف يثق فيك لما يدخل أرينة البطولة. فهذا يختلف عنك لما تشارك مع حصان صار لك فترة معاه، عارف كل خطوة تعملها، وحتى يجوز انه يكون حافظ الحركة اللي انت بتعملها له. أفضل بطولة بالنسبة لي
هي الدورة العربية سنة 2012، لأني كنت معسكر تقريباً 6 شهور في هولندا. كنا نصوم رمضان هناك تقريباً 18 ساعة، وكنا في نفس الوقت وإحنا صايمين 18 ساعة كنا نتمرن، فكانت جداً جداً صعبة علينا. ضغطنا على أنفسنا شوي، تعبنا شوي، لكن الحمد لله نهايتها كانت جميلة. شاركت في بطولات قفز الحواجز في دول الخليج، منها الإمارات، منها السعودية، حصلت على كذا مركز. جيت المركز الثاني بطولة الشارقة، جيت المركز الثالث بطولة الرياض، كانت بطولة دولية لا يغل عن 90-100 فارس على مستوى الخليج، وكانت من أفضل البطولات أو أغلى البطولات بالنسبة لي. كانت بطولة الدورة العربية سنة 2012، كانت بطولة الدرساج أو نسمى تقول الترويض. بالنسبة للخيل انك كيف تكون كنترولك على الحصان، تتحكم في كل عضلة. طبعا الدرساج غير عن القفز، فانا احس ان شخصيتي انا بالنسبة للقفز افضل منها الدرساج. انا احس اني انا من انسان اللي يحب الاثارة، يحب الحماس، يحب الاندفاع على الحواجز، تحب الصعوبة. فالبطولة تعطيك تقريبا 12 حاجز تخليك تقفزهم كلهم على اقل وقت، تقفزهم كلهم بدون ما تقط ولا حاجز. فتحس ان بطولات القفز مثيره اكثر من الدرساج، فانا شخصيا افضل القفز اكثر. أشارك في البطولة القادمة، بتكون في الشقب شهر يناير، اسمها بطولة جلوبال تور، تتكون من 5 نجوم يحضر فيها أفضل من 40 فارس في العالم. بشارك فيها إن شاء الله وبحصل على المركز الأول إن شاء الله. بحاول بقدر الإمكان وببذل جهدي، وإن ما حصلت فقط بمشاركتي في هالبطولة بتزيدني خبرة، بيكون إنجاز بالنسبة لي. مربط الناصر من المرابط القطرية اللي حازت على شهرة عالمية، لأن هذا المربط يحتوي على أفضل السلالات للخيل العربية الأصيلة في العالم اللي حققت مراكز وبطولات عالمية. أسس مربط الناصر في بداية الثمانينات من الوالد اللي هو الشيخ نواف بن ناصر بن خالد لجمال الخيل. الهدف من إنشاء المربط اللي هو الحفاظ على السلالة العربية الأصيلة. بداية المربط الوالد سافر على المغرب وجاب له 5 روس من هناك، وبعدين سافر على أمريكا وجاب له كذا راس من هناك، بعدين ابتدى يشبيهم من أفحل من بر الزرع لين ما كبر وصار عندنا مربط الناصر لله الحمد. يعني أنا أتذكر أول أيام المربط كنت أجي وياه وأنا صغير، كان هو بنفسه يختار الأفرس تشبه من أي فحل، ولا مستحيل فرس كانت تشبه من أي فحل إلا بأمر الوالد. يعني المالك لازم يكون على دراية بكل شيء في الاسطبل. المزرعة عندها أنشطة كثير، ومنها اليوم عزمنا منظمة الواهو
المزرعة يشوفون الخيل، وللتواصل مع العالم الخارجي نبيهم يوصلوا لنا لهم شلون خيلنا. والحمد لله يعني من أفضل الخيل في العالم موجودة في قطر. مربط الناصر يحتوي على اسطبلات، وفي عيادة، وفي دكتور، ويحتوي بعد على ووكر موجود عشان الخيل قبل البطولة لازم تمشي وتضعف وتكون في حالة جيدة. والحين إن شاء الله قاعد نسوي لنا بركة سباحة حقة الخيل عشان نمرنها تكون جاهزة أحسن حق البطولات إن شاء الله. المربط يحتوي على 60 راس، كلها طبعاً من جمال الخيل، اللي هي في منها خيل عربية مصرية وفي منها خيل بولش. خيل الجمال لازم يكون لها عناية خاصة طبعاً، يعني يكون لها غذاء خاص، وقت طلوع، وقت دخول، وقت نوم، وقت تمرين. يبي لها يعني بعد عناية من المالك نفسه، المالك نفسه لازم يكون موجود. هدف المربط والله أنه أول شيء نحافظ على السلالة طبعاً العربية، وثاني شيء أنه نحقق مراكز البطولات الكبيرة الدولية، وهذا المطلوب من المربط حاليا انه يجيب لنا بطولات. اول انجاز كان عندنا بطولة العالم، كانت مشاركة عندنا فرس اسمها بنت سعيدة، وهذه فازت احلى فرس وخذت بعد احلى راس في عام 1999. البطولة كانت في فرنسا في باريس، والله الحمد لله وفقنا وياها وفازت في بطولة العالم. وعندنا فرس اسمها سندس الناصر، هذه انباعت على الشيخ عمار نعيمي وشارك فيها في بطولتين وفاز فيها في مركز الأول مرتين، والفرس هذه كانت انتاج زرعنا. في بعض الخيل انباعت من مربط الناصر على أمريكا، والهدف ان بعناها على أمريكا مش بس التجارة، إن هي بعد نبي نوصل اسم مربط الناصر، لأن الانتاج يتم خلاص، يعني إذا فرس موجودة يتم اسم المربط وراها، فمعروف هذه من أي مربط تخرجت، وهذه يعني تحسب للزرع. واحد الحين في قطر أحلى فرصة لأنه يربي خيل هالوقت، لأن المزارع موجودة وما حد أظن بيبخل على واحد إذا عنده فحل يبغي منه فحل ولا شيء، أكيد بيساعده يعني. ومزرعتنا مفتوحة، واللي عنده فرس يبي يشبيها عندنا إن شاء الله أفحل زينة ويجيني، ولا يجي المزرعة المحل محله، الله يوفق الجميع إن شاء الله. تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية أقام الاتحاد القطري للفروسية بطولة قطر الدولية لقفز الحواجز اللي تبعت بطولة الريان، وذلك ضمن سلسلة بطولات التور العربي المؤهلة لكأس العالم 2015، وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرسان والدول المشاركة.
تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية. أقام الاتحاد القطري للفروسية بطولة قطر الدولية لقفز الحواجز مطلع الشهر الجاري، واللي تلت بطولة الريان الدولية، وكلاهما مؤهلتين لكأس العالم 2015. وقد تميزت البطولة بمشاركة واسعة من الدول العربية والأجنبية ومنافسة قوية بين الفرسان المشاركين. البطولة الحمد لله مستواها طيب، وفيه منافسة قوية بالفرسان من خيرة الفرسان. مستويات البطولة الأولية كانت مستواها جيد، والحين المستوى الأخير اشتدت المنافسات بين الكلاسات. الكلاس الحين ارتفع من متر 45 إلى متر 50، وإن شاء الله نحن متفائلين إن شاء الله أنهم اليوم يكونون في التواجد في المنصة الرئيسية بإذن الله. وفي اليوم الأول جرت 4 جولات مختلفة الارتفاعات. في الجولة الأولى شارك 38 فارس على ارتفاع 120 سنتيمتر، واحتل المركز الأول القطري عبد الله علي العجيل على جواده لبروميكي. عندي حصان جديد لأول مرة أشارك عليه، الحمد لله قدرت أخذ هالشوط مع أنه كان شوط سريع وشوط قوي. الفرسان السعوديين كانوا فرسان قوية، ودخلت أنا حاولت أني أخذ من المسافات والسرعات الموجودة وأشوف وين كانت السرعة. الحمد لله في آخر المسلك قدرت أقصر أخذ من الخطوات وأكون أسرع وقت. الحمد لله حققت المركز الأول في فئة 145، وأبارك حق أخوي الشيخ علي خالد الثاني المركز الثاني من دولة قطر، وأبارك حق أخوي خالد العمادي المركز الثالث من دولة قطر. كانت منافسة قوية والحمد لله قدرنا نسيطر على المراكز الثلاثة الأولى، وأبارك لجميع الفرسان اللي حققوا المراكز. وفي ختام اليوم الأول في الجولة الرابعة أحرز التركي عمر كرافلي على جواد داد جاك المركز الأول على ارتفاع 150 سنتيمتر، متفوق على 17 فارساً. أما اليوم الثاني جرت 3 جولات مختلفة الارتفاعات، أحرز خلالهما المركز الأول على ارتفاع 120 سنتيمتر الفارس القطري راشد تويم المري وجواده لاكي ليدي، متفوقاً على 37 فارس. أهدي الفوز للمنتخب القطري في الاتحاد القطري الفرسية. الفوز ما جاء من فراغ، جاء من شغل من ناحية إدارة الاتحاد، جهزونا لهالبطولة والحمد لله رب العالمين، الله وفقنا اليوم وضفعنا بالمركز الأول. في الجولة الثانية على ارتفاع 135 سنتيمتر واللي شارك فيها 29 فارس، أحرز القطري مبارك يوسف الرميحي على جواده في فاليدي كي المركز الأول. أن شوط فيه دول كثير، يعني المنافسة كانت شوي صعبة لأن ما أقدر أسرع كثير ولا يعني ما أكون بطيء، لازم أحاسب على السرعة. فالحمد لله رب العالمين توفقت، أن ما كنت يعني مخاطر بزيادة، بس الحمد لله أن هو توفيق يعني. أما الجولة الثالثة اللي شارك فيها 35 فارس، فاز القطري الشيخ علي بن خالد الثاني بالمركز الأول على جواده أني وايتو. الحمد لله الشوط كان سريع جدا، دخلت بحصان الأول للتأهيل وتأهلت للجائزة الكبرى، ودخلت الحصان الثاني غمرت شوية بالسرعة لجل الفوز بهذا الشوط، والحمد لله الله وفقني والحصان كان في الفورمة وفزت بالمركز الأول الحمد لله. وفي اليوم الثالث والأخير جرت 4 جولات مختلفة الارتفاعات، فقد بدأت بمشاركة 33 فارس في الجولة الأولى، حيث احتل السعودي خالد المبطي على جواده ألوها المركز الأول على ارتفاع 120 سنتيمتر. بطولة قوية، تنظيم رائع، منافسات رائعة جدا. الفرسان السعوديين قدموا نتائج رائعة في هذه البطولة، سواء بطولة الريان أو بطولة قطر، يعني نتائج مرضية جدا. نطمح أن نكمل هذه النتائج في باقي الدول العربية. وفي الجولة الثانية على ارتفاع 130-135 سنتيمتر شارك 23 فارس، واحرز المركز الأول القطري راشد تويم المري على جواده كندا. الحمد لله هذا توفيق من رب العالمين ودعاء الوالدين. إن شاء الله عندي الكلاس اللي بعده اللي هي الفرس الكليدي، نطلب الله التوفيق. الكورس بيكون صعب لأن بتكون ارتفاع أعلى، بيكون تكنيكال أكثر في ضمن النجوم الأربع، نطلب الله التوفيق إن شاء الله. أما الجولة الثالثة على ارتفاع 145 سنتيمتر احتل المركز الأول الفارس القطري خالد محمد العمادي على جواده أوتاشا، متفوقا على 32 مشاركا. كان
كان شوي وجود ضغط علي، طبعا هذا فوز بالنسبه لي شيء كبير، شيء حلو، افوز في بلادي، افوز في المكان اللي انا قاعد فيه، افوز في مكان انا كنت اطمح حق هذه البطوله من مستوى تقريبا شهر كنا نجهز لهذه البطوله. وفي ختام البطولة حضر الجولة الرابعة والأخيرة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني رئيس اللجنة الأولمبية، وقام بتتويج الفارسة أيدوينا توبس ألكسندر الحائزة على المركز الأول على الجواد أولتشاب تام على ارتفاع 140-160 سنتيمتر، متفوقة على 20 فارس، فيما احتل المركز الثاني لقطري علي يوسف الرميحي. الحمد لله رب العالمين، مثل ما شفتوا ما كانت البطولة سهلة، طبعا أدوينا من التوب 20 في العالم، دخلت أول واحدة وحطت برشر على الخيالة كلهم، تقريبا أنا وهي بس اللي كنا كلير، فرق أجزاء ثانية، وقول الحمد لله حصاني صغير في العمر. تحت إشراف نادي سماق والفروسية أقيمت بطولة جمال الخيل المحلية الخاصة الأولى للأهالي للخيل العربية الأصيلة، واللي شارك فيها عدد كبير من الملاك. نخبة من أفضل الجياد تتنافس في بطولة جمال الخيل المحلية الخاصة الأولى للأهالي للخيل العربية الأصيلة اللي نظمها نادي السباق والفروسية على مدى يومين مطلع الشهر الحالي، وسط منافسة قوية وواضحة من الأهالي للحصول على الميدالية الذهبية. صنفت البطولة إلى 10 فئات، بدأت بالأمهر والمهرات في عامها الأول حتى الأفحل في سن 7 سنوات فما فوق، حيث توج الثلاث الأوائل من كل فئة دعماً وتشجيعاً للملاك الأهالي. خيل الأهالي ما كانت منافسة للمرابط الكبيرة وخيول الشيوخ والأعيان، فحبينا أن احنا يساهمون معنا ويطورون نفسهم ويطورون الخيل، فمجلس الإدارة برئاسة الشيخ محمد بن فالح أمر بأن نحن ننشئ البطولة للأهالي، وإحنا أنشأناها من 3 سنوات، وهي بتكون السنة الثالثة أنشأنا بطولة للأهالي، وفي السنة الأولى كانت جوائزها في حدود 1,000,000 ريال، في السنة الثانية أصبحت جوائزها في حدود 3,000,000 ريال تشجيع للأهالي، ولكن بطولة واحدة أيضا للأهالي لا تكفي، لأن اكتشفنا أن ما شاء الله ملاك الخيل من الأهالي يزدادون كل سنة بمعدل 3 إلى 4 ملاك، وبدأوا أيضا ينشؤون اسطبلات كبيرة يبغون لهم نوع من التشجيع. هو الدعم الأكبر والأساس الأساسي لرفع مستوى الجواد العربي في قطر من خلال عروض متعددة وتأهيلية، وطبعا أن تحافظ على المستوى الأهالي وأن تشجعهم، هذا هو الأهم أعتقد ما يساعد في رفع مستوى الخيل العربي في قطر. بعد اختيار الفائزين من كل فئة اشتد التنافس في النهائي بين الأبطال والبطلات وعلى مستوى الأمهر والمهرات والأفرس والأفحل. في مسابقة المهرات كان التفوق من نصيب المهرة بدور الشقب ملك ماجد زامل الكواري ليحصل على الميدالية الذهبية، بينما كانت الميدالية الفضية من نصيب المهرة الهنوف بثيلة ملك عبد الهادي مانع الهاجري. الحمد لله على الفوز، طبعا المنافسة كانت صعبة بين جميع الأمهر المشاركة، والمنافسة كانت صعبة جدا، لكن الحمد لله بدور الشقب وأمير الصفنات تمكننا من الفوز الحمد لله، يعني عندنا وأكيد شعور، أكيد شعور فرحة. يعني البطولة الصراحة تشجع الأهالي على تربية الخيول المشاركة في المنافسات هذه المحلية، تطوير مستوى الخيول، الحفاظ على الخيول العربية الأصلية كجمال يعني، وأعتقد أن هذه المنافسة والبطولات مطلب انها تستمر وتكون يعني حافز لتشجيع الاهالي اهل قطر في المشاركه في هذه البطولات. وفي مسابقه الامهر حصل على المركز الاول والميداليه الذهبيه المهر خطير ام العظام ملك ناصر الشهواني الهاجري، بعد منافسه مع المهر نادر بثيله ملك عبد الهادي مانع الهاجري اللي حصل على الميداليه الفضيه.
وفي مسابقة البطلات عاد نفس المالك السابق ناصر الشهواني الهاجري ليحصل على الذهبية عن طريق الفرس فارونا التي تفوقت في هذه المسابقة، وحصلت الفرس أنوف النايف ملك عبد الهادي مانع الهاجري على الميدالية الفضية. الفرس فارونا أوكس طبعا كانت الفرس هذه من 4 إلى 6 العمر، والحمد لله جابت المركز الأول، كانت تجدها 90.67، الحمد لله كانت منافسة قوية يعني، لكن الحمد لله أدت اللي عليها وتوافق من الله سبحانه وتعالى. وفي اليوم الأخير من المنافسة كانت لاختيار الفحل البطل، وكان التفوق من نصيب الفحل بادي المهام ملك مزرعة المهال يحصل على الميدالية الذهبية، بينما كانت الميدالية الفضية من نصيب الفحل أجمل الشحانية ملك المهندس أسامة عمر الدفع. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. جميل الشحانية من سلالة البطل العالم المعروف مروان الشقب وأم مرجانة، طبعا سلالة معروفة، سلالة عالمية. الفحل طبعا هذه ثاني مشاركة له في حياته، من تقريبا شهر حصل على المركز الثالث في الكلاس واعتقد الرابع في الشامبيون، يعني يعتبر كأنه ثاني مشاركة له في حياته، واعتقد أنه عند الكثير، ما زال احنا يعني العارضين يقولون أنه عند الأكثر. تكوين الجسماني حلو لكن مش جاهز 100%، واحنا نسعى إن شاء الله في البطولات الجاية بيكون أفضل من كذا بكثير إن شاء الله. بعد اختتام هذه النسخة من بطولة قطر لجمال الخيل للملاك الأهالي، سينظم النادي 3 نسخ أخرى خلال الموسم الحالي، مع تخصيص جوائز مالية قدرها 500,000 ريال في كل نسخة، ولن يسمح للجياد اللي حصلت على الميداليات الذهبية في هذه النسخة بالمشاركة في النسختين المقبلتين من أجل منح الفرصة لجياد أخرى جديدة لتحقيق الفوز. وصلنا وياكم لنهاية الحلقة، إن شاء الله اللي قدمناه نال على رضاكم، إن الله أحياني وحياكم، موعدنا الأسبوع الجاي بفقرات جديدة ومنوعة. لا تنسون تتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أي مقترحات وفقرات حابين تشوفونها في برنامجكم صهيل، وفي أمان الله.